النهارده عندنا لقطه لميسي قبل الهدف اللي سجله في مرمى استراليا، الهدف الاول اللي جه في الدقيقه 35 زي ما انتم شايفين كده. كوره جت لميسي راح ركنها برجله الشمال على يمين الحارس، كوره يعتبر بالنسبه لميسي سهله ما فيهاش اي مشكله. لكن عندنا اللقطه اللي قبل الهدف وهي اللقطه الاهم، هي مشاده عزيز بهيتش لاعب استراليا مع ليونيل ميسي. انا عزيز في مشاده قويه ما بين الاثنين، لكن المشاده خلصت والهدف جه بعدها على طول. عزيز بيتش جه عند خط التماس بيطفش الكوره، ميسي اداله كتف، عزيز بيتش مسك في التيشيرت بتاعه وميسي دخل في مشاده معاه. لكن عندنا كان معلق الكاس خالد الحدي، المعلق المتالق النهارده، قال لك ايه في اللقطه بتاعت عزيز بيتش؟ قال لك ما تستفزش ميسي قبل ما الجون يجي. يعني سبحان الله، اول ما قال الجمله ميسي راح خد الكوره وتك تك على طول جاب الجون. يعني ميسي فعلا مفيش حد يستفزه على ارضيه الملعب، لان هو رده قاسي على اي فريق او اي لاعب، هو رده على ارضيه الملعب مش بالكلام، لا بالفعل. وهو ميسي هو اللي عمله، سجل الهدف الاول للارجنتين، هدف يعتبر يعني رد على عزيز بهيتش. اسمعوا خالد الحد قال ايه بعد هدف ليونيل ميسي. عزيز لا تستفز ميسي فلك العقاب من هذا. ولحد دلوقتي ميسي وصل للهدف رقم 9 ليه في كأس العالم مع منتخب الأرجنتين في منافسة قوية مع كريستيانو رونالدو صاحب الثمان أهداف، ولحد دلوقتي مش عارف يتحرك من الثمان أهداف. كان نسبة كبيرة كان يعوضه في ماتش كوريا، الفرص اللي ضيعها كان زمانه وصل لعشر أهداف. لكن هي دي كرة القدم، ميسي بقى 9 دلوقتي، كريستيانو 8، المنافسة هتشتد بعدين وهنشوف هل يتفوق ميسي ولا كريستيانو.